طيب الله أوقاتكم وأسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم مشاهدينا في أرض الله من المحيط إلى الخليج بل في كل بقاع الدنيا. نحييكم بتحية إسلامكم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من طبيب الأسرة، أهلا بكم. طبيب الأسرة يهتم بكل أفراد الأسرة، لا تكاد تكون تخلو أسرة أن يكون فيها رياضي، لذلك كانت حلقة النهاردة إن شاء الله عن إصابات الملاعب التي تحدث للرياضيين. لكن خلينا قبل ما ابدا في حلقه النهارده ارحب بالدكتور مصطفى عثمان، حاصل على دكتوراه في العلاج الطبيعي. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. زي ما قلنا ان كل اسره فيها رياضي وقد طبيعي. تحدث بعض الاصابات للرياضيين، عاوزين نتكلم النهارده عن اهمها. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الرباط الصليبي. تمام. نعرف من حضرتك في البدايه يعني ايه رباط صليبي؟ الرباط الصليبي ده جزء مهم جدا 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 في الركبه. الرباط الصليبي هو اللي بيحافظ على ثبات الركبه انها ما تندفعش لقدام. الرباط الصليبي ده رباط من ضمن كذا رباط بيحافظ على ثبات الركبه. يعني مش هو يعني الاسم رباط صليبي لكن رباط صليبي هو عده اربطه. في رباط صليبي امامي ورباط صليبي خلفي. حتى الرباط الصليبي امامي في شريحتين. في شريحتين، في شريحه اماميه وشريحه خلفيه. سيب نفس الامامي اللي هو الاكثر شيء. في رباط، في رباط خارجي. اطلاق اهم اطلاق بالنسبه للمحترفين الرباط الصليبي الامامي. لو اتقطع لازم له عمليه عشان يكمل رياضه على مستوى تنافسي. اهم رباط في الاربطه الموجوده الرباط الصليبي الامامي على الاطلاق. طب وظيفته؟ وظيفته ان هو انت عندك الركبه مكونه من عظمتين، عظمه الصعب بتاعت تسمع عن كلمه مشهوره جدا جدا انها ركبته نخت منه او خلت بيه. الرباط الصليبي الامامي هو مسؤول عن دعامه الركبه وانها فارده نفسها وماسكه ورا قطع ميزان جسم بقيه الجسم. فبالتالي لو اتقطع منه ما عندوش اعاده تاهيل ذاتيه. لازم له اعاده بناء جيه من او بنعمل له اعاده بناء للرباط الصليبي الامامي. لو رباط الصليبي الامامي زي ما يكون موجود معانا على الشاشه كده فيديو بيوضح التركيب او التشريح للرباط الصليبي. ده مفصل الركبه عامه من قدام منظر امامي خلفي. بيوريك ان الركبه قد محتاجه رباط جانبي ورباط. ده منظر الرباط الصليبي من جوه. هو ده الرباط الصليبي جوه الركبه خالص بين الشريحه الاماميه والشريحه الخلفيه. انفصلت الركبتين عن بعض. ده عشان يبين لك هتلاقي اللي على الشمال ده انا اللي على الشمال ده اللي هو اول صوره اللي هو الاي سي ال انتيريو كروشيت ليجمنت. هو الرباط الصليبي الامامي. الثاني الرباط الصليبي الخلفي اللي هو واخد الاتجاه الشمال بالظبط كده. ده الرباط الصليبي الامامي اللي هو الاي سي ال انتيريو كروشيت ليجمنت. بتلف الركبه بيوريك ان الركبه محتاجه الثبات عشان تقدر تعمل الوظائف بتاعتها خصوصا في الالعاب التنافسيه كره القدم والباسكت. بيوريك لما بتتني الركبه بيمنع المفصل الساق ان هو يخش قدام. فبالتالي بيحافظ على ثبات الركبه. طب لو جينا نتكلم عن كيفيه الاصابه، حدوث الاصابه بتحصل ازاي؟ اولا في عوامل مهمه جدا 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 عشان تمنع بيها الاصابه دي. في قوه عضلات اماميه وعضلات خلفيه. لو العضلات الاماميه بتاعت الفخذ اكبر بكتير واقوى بكتير من العضلات الخلفيه ده هيشجع الاصابه. لازم نقوي لاي حد بيلعب رياضه، اي حد بيلعب رياضه ان هو يعمل عمليه تاهيل قبل ما يلعب عادي. يعني ما ينفعش مثلا يلعب كوره مثلا عادي كده، لازم يعمل تاهيل وتقييم لقوته البدنيه ومجموعه العضلات الاماميه والخلفيه بحيث نعرف هو عنده جسمه قابل للاصابه ولا لا. يعني قبل ما يبدا مثلا الماتش او قبل ما يبدا قبل ما يمارس رياضه اصلا خالص نعرف قدراته البدنيه ايه. هل مثلا العضلات الاماميه دي طبيعته اقوى من الخلفيه؟ هل الخلفيه اكبر من الاماميه وهكذا؟ النسبه لازم تكون 2-1، تكون مثلا 4-2-1، لازم تكون 2-1. بنعمل تقييم العضلات الخلفيه ولازم تكون نسبتها نص لقدام. تمام. اتفضل. طيب نعرف بقى اسباب الاصابه. في اسباب معينه يعني ممكن تؤدي ان يحصل للرباط الصليبي؟ لو واحد مش بيلعب منتظم وحب يلعب فجاه ركبته مش قويه، الاربطه مش قويه، في وضع معين للركبه اسمه اوبن بوزيشن، ان الركبه بتكون مفتوحه. الوضع ده بيكون ركبته متنيه حوالي 15 فرضا مثلا قد ركبه مثلا وركبته متنيه 15 درجه. لو فرضا حصل التفاف خارجي عكس اتجاه الجسم هيحصل قطع في الرباط الامامي. تمام. بالغالب كمان هياخد معاه غضروف الداخلي. الغضروف الداخلي ده لازق مع الرباط الصليبي الامامي. لو اتقطع قطع جزئي ممكن يعمل عمليه تحفظي. ايه تاني من الاسباب ممكن الوقوف المفاجئ؟ لو مثلا اللعيب مثلا او البني ادم او ايا كان الشخص مثلا بيمشي مثلا بسرعه مثلا وفجاه وقف جسمه بيقف في مكانه والعصبة رجله بتكمل لقدام يحصل قطع. دي منتشره جدا جدا جدا. لو واحد مثلا ست بيت عاديه مثلا بتوطي تجيبها من الارض وبتقامت بيها وبتشيل عكس اتجاه رجلها ورجلها ما لفتش معاها يحصل قطع في الرباط الصليبي الامامي. هي ممكن تحصل في اي وضع وفي اسهل الاوضاع كمان. وعامه حاجات اوضاع كتير جدا. تمام. طب هل الرباط الصليبي له اعراض؟ يعني في اعراض بشوفها مثلا على الشخص او بحس بيها بحدد من خلالها؟ حاجات مميزه جدا جدا قطع الرباط الصليبي الامامي. بحدد من خلال ان الشخص ده مصاب مثلا بالرباط الصليبي. لازم متخصص اول حاجه طبعا، لازم اللي يشوف متخصص. لكن في حاجات مهمه جدا لازم تشوفها. هيحصل تورم جامد جدا في المفصل. تورم جامد جدا مش تورم بسيط، تورم جامد جدا. وغالبا ممكن يحصل نزيف.
تورم جامد ونزيف، دي علامتين مهمين جدا. طيب بالنسبه للتورم، هل اول ما اشوف تورم بحكم من عليه ان لا هو لا 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 قد يكون مثلا عرض لمرض في غضروف، في التهابات، في حاجه كده. لكن لو مثلا لو مريض او اللاعب او ايا كان الشخص حصل صوت جامد يسمى صوت ترقعه، بيبقى ترقعه كده مميز جدا، ترقعه مع تورم جامد مع عدم قدره على فرد الرجل او تانيها، غالبا غالبا قبل ما نعمل اشعه هيبقى رباط صليبي. يعني اول حاجه من الاعراض ان هو تورم جامد جدا، تورم او جامد جدا او نزيف باين بالعين. النزيف باين باين بالعين، تمام. مش نزيف خارجي، نزيف داخلي طبعا، بس يبان تحت الجلد. وتورم جامد جدا وعدم القدره على الوقوف على الرجل، دي علامات مهمه جدا جدا جدا. نزيف والالم الجامد على الرجل جدا، ساعتها بقى بنعمل ثلج نربط الركبه، نريح كام يوم. وبعدين بقى الاسعافات الاوليه عند الاصابه بالرباط الصليبي، يعني ده اللي بيعملها المتخصص ولا في حال مثلا في الاصابه في الملعب؟ والله الثلج ده لازم اي حد يعمله، اي اصابه، اي كدمه، اي اصابه حديثه، الثلج اهم حاجه. احنا عايزين برضو نعرف الساده المشاهدين، يعني لو حصل قدامك ان واحد اصيب مثلا في الملعب وحصل في الملعب او في البيت ومفيش مثلا متخصص مثلا، تمام، ايه الاسعافات الاوليه بقى لو انا مثلا كمشاهد للمصاب اعمل ايه؟ اول حاجه ما تحركش رجلي، ما تحاولش تخبي رجليه. اول حاجه في الملعب ما تحاولش تخبي رجليه، حافظ على الوضع اللي فيه. الوضع اللي فيه ده هو اسوأ وضع ممكن نغيره، لو احنا غيرناه اتحول اصابه اكتر، سيبه على هو فيه، ثبته، اعمل ثلج، سيبه يرتاح خالص خالص، بحيث ان احنا ايه الورم يبدا يقل ونبدا نبص على الركبه بعد كده يبقى يومين. يعني في البدايه هل سواء الرجل مربوطه او مفروده او اي حاجه انا بسيبها على الوضع اللي هي فيه؟ بتثبتها، بثبتها بالظبط كده، اهم حاجه تثبتها على الوضع اللي فيه، تمام. لان الاصابه مثلا لو كانت كبيره ما تكبرش، وقليله ما تزيدش، تمام، فاهمني؟ احط ثلج بعد كده، احط ثلج بعديها وارتاح يومين، اخد مسكنات مضاد للالتهابات مضاد للرش وارتاح يومين. ابدا افحصها، اشوف القدره بتاعتها ايه، اشوف المجال الحركي ايه، اشوف الاشعه المطلوبه ايه. غالبا بعد يومين تبدا الالم يقل، نبدا نعمل ايه فحوصاتنا الكويسه. ده بقى عمل متخصص، احنا كنا بنتكلم في الاول عن المشاهد. الثلج والتثبيت ده دي معلومات عامه، دي مهمه جدا. الثلج والتثبيت الاوليه المفروض اي لاعب يعرفها او المدرب، اي حد في البيت، حتى مثلا لام مثلا ابنها اتخبط في المدرسه ولا حاجه، جايب ركبته ورمه، مش طبيعي ان اجري اعمل اشعه، مش طبيعي. اول حاجه اعمل ثلج، اعمل اربط الرجل واثبت رجل مد بيه، تمام. المتخصص بقى، المتخصص يشوف نوع الاشعات المطلوبه، هل اشعه اكس راي عاديه، اشعه مقطعيه، اشعه رنين، على حسب الشك اللي انا عندي. مش بعمل اشعات على طول من اول يوم كده، تمام. لازم الاول اتاكد الاول التشخيص رايح فين. المشاهدين ننتقل للسؤال التالي. دكتور مصطفى عثمان، حاصل دكتوراه في العلاج الطبيعي، بمكملين كلامنا عن في برنامج طبعا عن قرارك عن علاج في البناء الطبيعي او التحفظيه، تمام. اتفضل. على حسب الدرجات، في قطع جزئي، قطع كامل. جزئي ومش لعيب كره محترف او محترف، غالبا بيمشي على الدقات، بنشوف القوه العضليه ايه، نشوف ثبات الركبه ايه، نشوف رابطها الخارجيه والداخليه للركبه اخبارها ايه، ونعمل له برنامج تاهيل. لو محترف غالبا محتاج عمليه اعاده بناء رباط صليبي، اللي هي العمليه الشهوره اللي الكل بيعملها. من انا الاول واحد بيلعب في مثلا في نادي معين او في نادي المدرسه، في نادي معين، لا لا احنا هنفصل المستوى التنافسي والاحترافي على المستوى الهوايه. طريقه العلاج بتختلف حسب، تفرق كتير جدا جدا طبعا، لان ده برنامج متعب جدا، مكلف جدا، محتاج حد متفرغ، لازم يكون نفسه بيعرف وبين الهوا العادي. طب نتكلم عن الهوا العادي، لو احنا قلنا ان هو قطع جزئي في الاول نقسمها يبقى كامل، تمام. لو قطع جزئي غالبا ممكن تاهيل تحفظي، بنقوي العضلات، بنخفف الرشح، بنخفف الالم، بنقلل الوزن، الوزن مهم جدا جدا جدا. لو حد وزنه زياده سواء بيعمل عمليه او ما بيعملش عمليه، لازم الاول يقلل وزنه. نعمل تاهيل العضلات اللي حوالين الركبه الاماميه والخلفيه، الخلفيه اهم طبعا لان هي بتعمل نفس عمل الرباط الصليبي الامامي، انها بتشد الساق لورا فبتثبت الركبه، بتمنع انزلاق الساق لقدام، فبالتالي بتثبت توازن الركبه. لو احنا عندنا قطع كامل بس يكون هاوي، بنحدد بقى نوع النشاط اللي هو عايزه. هل هو عايز يلعب مثلا جاست فور فيتنس، يعني هو للياقه البدنيه يعني عاديه، ولا عايز يلعب كره منتظم؟ على حسب بقى ساعتها، غالبا اللي هو ما بيلعبش كره منتظم او مش عايز يلعب او يمارس مستوى تنافسي، غالبا يمشي التاهيل كويس حتى قطع كامل، تمام. ده بقى المستوى محترف. المستوى محترف. لو قطع جزئي لازم يعمله، ما بيستناش. ما بيستناش، هو التايم از ماني زي ما بيقول، يعني ما ينفعش ياجل شهرين ثلاثه مستني ان الرباط يلحم، مش هيلحم. الرباط الصليبي مش بيلحم، مش زي اي حته في الجسم، مش زي مثلا قطع في الجلد ولا حاجه ما بيلحمش، القطع جزء مش ده بيختلف مثلا اللي هو المحترف عن التاهيل، يعني الهاوي بيختلف تماما، عشان خاطر هو محتاج ثبات الركبه 100%، محتاج ان الركبه تكون مش ثابته 10%، ثابته 100%. العمليه لكن دلوقتي بطريقه ثانيه خالص، لو هو قطع مثلا كلي، قطع كلي لازم عمليه اعاده بناء الرباط الصليبي. قدام الجسم بيحط مكان الرباط الصليبي الامامي مسامير او بهوكس بخطاطيف،
عشان يثبت الركبه بنفس وظيفه الرباط الصليبي بسيج مختلف، بياخد حته من الجسم العضله الخلفيه عن طريق المنظار مكان العمليه. تمام. مكان الرباط الصليبي. دي طريقه العلاج اللي هي التحفظيه سواء للهواء او للمحترف. لو جينا بقى نتكلم عن طرق العلاج الجراحيه، طيب امتى بلجا بقى للطرق الجراحيه؟ لما يكون محترف. لما يكون محترف لازم نعمل عمليه اعاده بناء الرباط عن طريق المنظار. دلوقتي بتاخد جزء من العضله الخلفيه او جزء من العضله الاماميه تزرعه مكان الرباط الصليبي الامامي. تمام. لازم تعملها. طيب مرحله بقى فتره ما بعد. تمام. طبعا يعني ايه الاحتياطات مثلا اللي عمل عمليه يعملها؟ ايه اللي ممكن يعمله؟ ايه اللي ممكن يبتعد عنه؟ يرجع قد ايه الملعب؟ بتقسم العمليه الاسبوعيات لاول ثلاثه اسبوعين بتعمل ست اسابيع، بعد كده بتقتهم اول اسبوعين ثلاثه بتحافظ على العمليه. العمليه بتكون واخد عن طريق المنظار، بتاخد جزء من العضله الخلفيه بتركبه جوه الركبه، بتثبته بمسمار جوه الركبه ان هو يعمل نفس عمل الرباط الصليبي. الجزء ده مش وظيفته ان هو يعمل كده اصلا، حولت وظيفته من حته لحته. فبالتالي مش عارف وظيفته ايه في المكان ده، على الحته دي المكان تاني انت واخد جزء من العضله معديها مكان الرباط الصليبي الامامي اللي هو مقطع. فانت محتاج اول ثلاث اسابيع تحافظ على العمليه دي انها الرباط ما تقطعش، الرباط الجديد اللي احنا عملنا اعاده بناء انت ما تقطعش بقى ورا من تحافظ على عمليه طبيعي. بتحاول تبدي قدر الامكان، بتحاول تقوي الركبه وتقلل الرشح. ده كان ده في اول ثلاث اسابيع. اول ثلاث اسابيع بيكون العيان ماسك عكازين. اهم حاجه ان انت تحافظ على العمليه في اول ثلاث اسابيع، دي اهم حاجه. تمام. ثلاث اسابيع عشان تمسك ست اسابيع دقيقين الركبه بقت تحافظ على العضلات المدى الحر على المفصل. بعد كده بيخلص العلاج الطبيعي بينفكيز بدون شيء على حسب بقى نوع الامكانيات اللي عنده، ينزل حمام سباحه، يعمل تقويات، تأهيل بدني عنيف، كل واحد على حسب قوته البدنيه. تمام. بحيث ان هو ينزل على مستوى تنفسي الشهر الخامس. يعني يعني العام تكون بقى خمس بالتأهيل العنيف كمان. تمام. اعزائي المشاهدين ننتقل للسؤال التالي. دكتور مصطفى مكملين كلامنا مع حضرتك، ومعانا سؤال من احد المشاهدين بيقول ان الطفل صغير شنطته بتاعت المدرسه تقيله وبتسبب له الم في ظهره، عمل اشعه لقى عنده اعوجاج في العمود بيتصرف. يعني احنا في ايام المدرسه عايزين نوجه بالله بعد رد على السؤال. والله دي مشكله كتير جدا اللي من المدرسه بقى حمل على كل اسره. جدول المدرسه الولاد بياخد كوبايه معاه شديد جدا، حتى الاب والام يجي يجروها تلاقيها تقيله جدا جدا. يعني دي حاجه طبعا حاجه احنا لازم نعمل مناسب بحيث انه ما يبقاش تقيل. لازم الجو يقل. يعني احنا في دراسه والمشاكل دي كتيره جدا، يعني لازم لازم الشنطه تقل. دي اول حاجه. اول حاجه. تاني حاجه بنعمل تمرينات للولد بحيث الظهر ما يبقاش محني. لازم نعمل له تمرينات بحيث الظهر ما يبقاش محني. اول حاجه نعملها السباحه، دي بتقوي جدا جدا عضله الظهر. ما ينفعش نخليه لابس شنطه تقيله فترات طويله. تمام. عملنا اشعه لان في اعوجاج في العمود الفقري. في العمود الفقري. نشوف اليمين تمام معين، فرض الاعوجاج ده رايح ناحيه اليمين للناحيه اليمين وتقوي الناحيه الشمال. تمام. اهم حاجه الاستعمال الصحيح. لما يجي يقعد مثلا ما يقعدش مط. لما يجي يقعد ما يقعدش مط. لما يجي يكتب مط تكون مستوى الكتابه على مستوى نظره، بحيث ايه ان هو قاعد فرد ظهره كده ما يبقاش موطي. لما يجي يشيل الشنطه ما يبقاش شايل الشنطه طول الوقت، لا يجرها شويه يحطها شويه على المكتب، بحيث ايه ان ما يبقاش تحميل جامد جدا على فقرات طول الوقت يعني. تمام. دي الاجابه على السؤال اللي هو وصله او عنده عوجاج في العمود الفقري. مرة ثالثه لو اتخلع مره ثالثه هتعمل عمليه، الكلام ده صحيح ولا لا؟ والله ده كلام صحيح للاسف. يعني الخلع الامامي للكتف لو حصل عظم طويله اللي عظمه العضد دي اسمها الهيومرس عاملين بالشكل ده. مربوطين برباط. الرباط ده اتقطع مرتين والثالثه حصلت غالبا محتاج يركب رباط شبه رباط سيبي يحافظ جدا جدا ان هو ما يتخلعش ثاني. لو اتخلع فعلا مره ثالثه للاسف مضطر يعمل عمليه. تمام. لازم يعمل عمليه. اعزائي المشاهدين ننتقل للسؤال التالي. انواع الاصابات العضليه دكتور مصطفى، عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الانواع الاصابات العضليه الموجوده؟ العضلات دي نسيج زي نسيج في الجسم. حزمه عضليه مربوطه مع بعض مكونه من الالياف زي اللحمه اللي بناكلها عادي ده. زي فراخ نساير بنسميها نساير. تمام. لو فرضنا مثلا العضله مثلا زي البايسبس مكونه مثلا من 100 فايبر 100 الليف من الالياف. تمام. لو خدنا قطعنا قطع سطحي يحصل مثلا درجه من درجات المزق، ده اسمه درجه اولى. قطع سطحي ده شد عادي. لو عملنا اعمق من كده مثلا خليه يحصل قطع كامل، ده محتاج يتخيط.
العضلات عندنا من الالياف، الالياف دي قطع شد مزق قطع كامل. طيب يبقى في شد وفي مزق وفي قطع. بالظبط. عاوز اعرف اتعامل ازاي مع كل واحده. ده علاج الراحه، في حاجه خالص خالص خالص. النهارده مثلا فرضنا انت قاعد النهارده وطيت تجيب حاجه من الارض شد في ظهرك، ترتاح يومين خلاص الموضوع. الموضوع بسيط، ان حصل شد يبقى بس كده. اه تمام. حصل مزق، المزق ده بياخد له اكتر من اسبوعين. المزق ده محتاج علاج طبيعي، محتاج جلسات، بحيث ان العضلات لما بيبقى انسجه ليفيه. لو اللحم بطريقه خاطئه بتبقى اصابه مزمنه. لازم التهل الكافي والكامل عشان يحصل التئام كامل للعضلات دي. تمام. المزق القطع الكامل بقى ده بيحصل مثلا فرضا مثلا بطريقه ان انت لعيب كوره مثلا بيرفع رجليه فجاه فالعضلات الخلفيه اتقطعت. بيحصل، هي اصابه نادره بس بيحصل، تقطع كامله. دي محتاجه عمليه بتخيط الاربطه تاني مع بعض والفايبرز اتقطعت بحيث انها ترجع تاني مكانها. دي اصابه كبيره جدا جدا جدا، هي مش نادره بس بتحصل. طب العوده مثلا للملعب او العوده لان هو يمارس الانشطه الرياضيه، كل درجه اصابه ليها توقيت معين. بالنسبه للشد، الشد ممكن بكتير قوي 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 اسبوع بكتير قوي. المزق بالدرجه الاولى او الثانيه بياخد له حوالي اسبوعين ثلاثه او اربعه كمان. الشد القطع الكامل لا ممكن ياخد ست اسابيع. ده اللي هو بتختلف على حسب شده الاصابه. طيب احنا دلوقتي في ايام الدراسه وايام المدارس والجامعات، مثلا في اطفال بتلعب في المدرسه حصل واحد وقع، واحد حصل له مثلا شد، واحد يعني بعض الاصابات اللي بتحصل في اي مكان. قلنا في التورم اول حاجه، اول ما تخبط خبطه جامده وحصل تورم لازم تلج. التلج ده بيعمل انقباض شويه بس انها ما تفتحش، ما تحصلش نزيف، فبيعمل انقباض في الشرايين الدمويه بحيث ان الاصابه تبقى متحجبه. التلج لو انت حصل ربط يعني بتختلف. لو هي في لو بثبت او بثبت على الوضع اللي هي فيه وبحط تلج بالظبط كده. لو في اصابه في مفصل بتربط. تمام. بتريح لمده يومين ثلاثه، بعد كده تقيم تاني وتشوف الاخبار ايه. هل في الم في المشي في الحاله اليوميه؟ لو في الم في المشي في الحاله اليوميه لازم تعمل فحص فاتك. احنا معانا سؤال بيقول، او في لاعب مصاب من اسبوعين بالرباط كامل، ايه الحل؟ معلش سؤال تاني. لاعب اسبوعين بالرباط الصليبي وعاش حفرك مش عارف يفرد رجله كويس، ايه الحل؟ والله حكايه الفرد دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني احنا الرباط الصليبي مهم جدا طبعا وكل حاجه، لكن في حاجات اقليميه بس مهمه جدا جدا جدا. تمام. زي غضريف الداخليه والخارجيه. الداخلي ده شكل بيخلي الركبه ثابته في مكانها اكتر، غضروف داخلي وغضروف خارجي. لو فرضا مثلا الغضريف دي فيها نسبه حركه قدام ورا، لو حصل فرضا ان الركبه اتحركت خاطئه، يبقى تاني الغضريف دي دخلت لقدام قوي او ورا قوي، مش هيعرف يتني ركبته. مش هيعرف يتني ركبته. ايه عندنا في مجالنا؟ ركبته معلقه، لا عارف يتنيها ولا عارف يفيدها. دي اصابه خطيره جدا جدا. لو حصل ان احنا تعملنا بعرس او بعدم اهتمام هتلاقي وظيفه اضعف. معلقه دي لازم الاول يريح ونعمل فحص كويس جدا جدا جدا، نتاكد ان الغضريف مش مقطوعه، ونحاول بطريقه تحفظيه ان احنا نرجعها مكانها. تمام. ده وارد على فكره، ان احنا ممكن الركبه المعلقه دي ان احنا نحركها بطريقه معينه بحيث ان ايه الغضريف ترجع مكانها. احنا لو مش مكانها وهتعمل عمليه ركبته المعلقه دي لازم يحاول يفردها كويس. لو ما فردهاش في خلال يومين للاسف هيضطر يعمل ايه. تمام. اسمه مهمه جدا جدا جدا. تمام. طب احنا كان معظم كلامنا عن الانسان اللي بيلعب كوره اللي هو محترف او هاوي النادي اللي بقى او متصريبي. والله عرفته. نشوف الوظيفه ايه. هل الوظيفه حتى عليه مثلا مجهوله؟ لا، بتختلف من واحد تاني. شاب صغير مش شاشه الرياضه محترف الرياضه، عشان تختلف برضه التاني. بنشوف وظيفه السن، وزن، القدره العضليه. تمام. تمام. وبعد كده بنشوف ايه هو عايز ايه من ركبته. عايز رياضه كبيره، عايز يلعب رياضه بسيط، عايز يلعب جيم. تمام. لو جات له اصابه بسيط فصل زي ما قلنا في الاول، احنا ممكن نقرر هل هو محتاج يمارس رياضه عنيفه ولا رياضه بسيطه. تمام. على حسب. طب احنا في نهايه حلقتنا في حاله مشهوره جدا، هي حاله بلع اللسان. تمام. يعني عندي بلع اللسان، ايه التصرف؟ عايزين نعرف من حضرتك وتشرح للساده المشاهدين ايه التصرف عند بلع اللسان. والله مؤخرا الحكايات دي بقت يعني منتشرة، حاجه منتشره جدا جدا. يعني هو اللسان ده عضله زي بقيه العضلات بتاعت الجسم. هو تمام. عضله موجوده في الجسم، لكن هي ايه بتسمح للهواء ان هو بيعدي. تمام. فبالتالي لو البني ادم مثلا جات له صدمه في دماغه مثلا، خبط في دماغه. تمام. والعضله ارتخت نتيجه ان هو وقع على الخبر، اللي يحصل فدرج مش هترجع لورا، هتفد لورا، فبالتالي هتسد مجرى الهواء. الاجراء البسيط ان احنا متخصص يقابله، لو مش متخصص اقرب حد ليه دماغه بالمضرب كده لورا بحيث انه يعمل توسيع مجرى الهواء. الوحيد مش ننيمه على جنب بقى ونحاول ان احنا نضربه او نحاول نفوقه نفتك المغمى عليه، ننيمه على ظهره فوق ودماغه تحت بحيث ان احنا نرجع الهواء تاني. تمام. في داخل الاسره يعني من داخل طبيب الاسره في بعض الاطفال اللي هم بيكون وزنهم زياده، يعني حاجه منتشره جدا جدا. وانا مش لان الاهل هم اللي في ايديهم المنع والصرف، هم اللي في ايديهم الطبيخ يعني. فيعني حكايه السمنه عند الاطفال دي مسؤوليه مشتركه عند الاسره كلها. تمام. اول حاجه لازم نبطل الاكل بره البيت، حكايه الدليفري وحكايه
الفاست فود دي الموضوع ده بقى زياده قوي طبعا. يعني الاكل المقلي جوه البيت دي لازم نوع تماما، اي اكل مقلي لازم نوع تماما. الاكل اللي هو دي فرايز، الاكل المقلي بطريقه قويه لازم نوع تماما. الاكل متاخر نمنعه تماما. الرياضه اللي احنا بنقول للاطفال مثلا لا ما يلعبوش رياضه مش عارف ايه خايفين عليهم، لا الرياضه البسيطه جدا ممكن حتى الاطفال اللي هو ايه المشي، حتى الاطفال برغم انهم عندهم سمنه المشي مفيد للاطفال. ما ناكلش حلويات كتيره، ما ناكلش حلويات كلها الوان مصنعه، حلويات كلها مواد حافظه، ما ناكلش الصودا، ما تشربش صودا. الحاجات دي مهمه جدا 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 يعني. دكتور مصطفى اعزائي حضرتك القائمه شرفتونا في صحه النهارده، ربنا يخليك يا رب. كمان شكر موصول اعزائي المشاهدين على حسن المشاهده والمتابعه، الى ان نلتقي في اللقاء القادم ان شاء الله. لكم مني تحياتي، دمتم بامان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.